بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. اليوم بدي أحكي عن فكرة بسيطة، وهي أنه ليس كل من ينجح في عمله هو من البارعين، وليس كل من يبرع في عمله هو من الناجحين. والفكرة كمان بتقول ليس كل شخص مشهور هو شخص مهم، وليس كل شخص مهم هو شخص مشهور. أضف إلى ذلك أنه ليس كل من انتصر على الشر، وليس كل من خسر أمام الخير. بمعنى آخر، الفكرة بتقول أنه الحياة بترسم لألنا حدود، ليس من الضروري أحيانا أن تكون حدود واضحة المعالم، وأنه أحيانا منشوف ألوان وأعلام بالحياة من أعلام ولا ألوان ثابتة. يعني ليس من الضروري أنه نحن نرى الأمور دائما بلون الأبيض أو الأسود، بل علينا أن نرى الأمور بالمناطق الرمادية اللي بتحتل جزء كبير من حياتنا. يعني مش كل إنسان بارع هو إنسان ناجح، تخيلوا، وليس كل إنسان ناجح بارع. أحيانا هذه الأمور لا تحصل، وليس كل شخص مشهور هو شخص مهم، وليس كل شخص مهم هو شخص مشهور. هناك مناطق رمادية، فمن يعتقد أنه هو بيعرف أكثر من غيره يتذكر دائما أنه الحدود ليست دائما واضحة، وأنه الألوان ليست دائما ثابتة. بنهاية هذه الفكرة أقول أنه التواضع الفكري جميل، والتواضع المعرفي أجمل. بمعنى آخر، ما نفكر حالنا دائما أنه نحن منعرف كل شيء في الحياة، لأنه الأمور متداخلة دائما والحدود مش واضحة. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.